iti konchallinan nga odi faren Musa banun qaw ati kamulli Allah gana yampa amara ana gabraji gheriya namboga ga annabi nimmen maga gella ga ganinga khiyaga ga dukta aga gan aga nin chagundim baren kamma ndan ke kombe no gondi nkabura Allah kenga fakhruju anni sa'atan fa inna awwal man yusalli alayya khalili wa jalisi jibril sallallahu alayhi wa sallam ata gana bugu bakka kombe ndilere ati sirahana bega sallini nga jibrilien nkanan yan inta galle manyen ne maroki sega jibrili kamma summa minkail summa israfil summa malakul maut ma'a junudih summa almalaikat sallallahu alayhim bi ajmaiha ati kem palle minkail nasalli kamma kem palle israfil e kem palle kalle malkiya adi grupu allahu akbar e kem palle malkiya nun kutun tuna salli faren kamma asu ore hibe khibaram mu goma mu alla dan ke malkiya gabe asuna salli faren kamma allahu akbar summa udkhulu alayya fawjan fawja fasallu alayya wa sallimu taslima wa la tuzini bi bakaya ahsabuhu qan wa la sariga wa la ranna atikem palle sahabanu ndangani agana rin kamma jama jama agana sallin kamma agana ne maado kise murin dangana agana duin dangani Allahu akbar qananti farem pure nya hay saqa iti alma min da dangi bismillah la wallah kellan tayna nya na to ti ayene alma min ungal maminga alma min ran tasiki farem pure nga nan challay kem fallati ga magin toro ti wuyeide hadisan fil landanan tinga jiki gadi ati ga maga gari kamaga wimi sen dabal wuyen do digangabe اما كيسو دبر عمل انتورو تكي وليبدع بالصلاة علي الرجال اهل بيتي اتنكا دنكم بلان شلنغ دي ثم انتم بعد ساقيا غاكو واقرأوا السلام اتاغنا كونين دنكين دي احسبه قال علي هنا كونين دنك بندك اما صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبته اجمعين وعنا ما هم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين وعلى كل من تابعني على ديني من يوم هذا الى يوم القيام اتونا كوني ندنگ بوندي كما ادو سرسو غدي باتي ايديناندي نا اوتولن كيا نندغا ور الله غرا كوتاي اسونتا لا غندا هينوي قلنا يا رسول الله صاب انت كم فلوتي الله فاري فمن يدخلك قبرك منا كوغن اللوندين قبران دي جلوي نانيان قدام باتينغا فقال صلى الله عليه وسلم رجال أهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم رواه البزاري كم قال لي فارن جابي دنغني أتي كوبيجي ينقندني قبران دي كني إيكا دنكوني إي آدو ملكيانو جمانغا كهنية يغني ينقندني قبران ملكيانو كو ياغن آغاي دنجرة يغاكو ياغي غانتيا بزاري ده حدث كهلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاق فقلت يا رسول الله إنك تعاق واقا شديد قال أجل إني أعاق كما يعاق رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه هذا شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئات وهتت عنه ذنوبا كما تهت شجرة ورقها متفق عليه والواق مقصر الحمى وقيل الحمى كم فالي حديث انجل عبد الله بن مسعود اتيرو فارن كما ادن كي واتكي باقا فاتدي ناني فارن التوين توي قطي ايتا دا فاري انك ان التوين دي توي كي باقا قطنغني اتيا بوتو مونيني انك واتوين دي توي قطي اقا قصروه اللي توي قلاغي اتي كتي كن دي فاري kenda ko inanti baraju hilli wanke ndangani ati abo kundunyani islami suntadi e watora nyaga kitana na utusaza encho handenga walla hobe ga ken kamundi dantanya alla ga daw junubu nyaya mpatai e esage ga dana hutundi hinum burugutai e gomi iten derenga yerne mogobe bogarre muslimu da hadise ke hilla alwaku maqsul humma wa qila alhumma waku kebe wa grakonni
اتتوين قطعيني والله هون اتتوين يمين. واشتد العالم. تقول عائشة رضي الله عنه: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. تقول: جمع الله بين ريقي وريقه عند الموت، فلقد جلست وأسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فدخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر بيده سواك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله أخذ إليك السواك؟ فأصار برأسه نعم، فأخذت إليه السواك. إذن كم برنا توينا غوتو فارنا نيما روكي سيغا كم أما عيسى تي الله غندا دوني بكا مغا أتيرا فارن كم من لكتي جمعنا أما غريب بغاري حديثين دي مغوبة عيسى تي الله أكهمان دي إلا غنجندو فارن لغنجندو مينا أكال لنغا غتينا أتيتا غويدا فارن كم من دي إدوا عبد الرحمن بن أبكر وعيسى جدا نيغونين كم بدوسا دينا كتين دي عيسى تي دا فارن رواها اندي لكتي كم بدوسا دي ida tu nanti fare na kamba dosa de kya mulla ita adang ngani fare na kamba dosa de kina ngawa akore ti in kolanga ati yabo ati ra kamba dosa de ke ida araga igara kamba dosa de ke raga ida asenondi ida kini farenga ida kini farenga fastaka bihi jayida kama kana yastak qabla dhalik thumma akhashtu minhu suwak فاشتكتوا فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من آخر يوم وأول يوم من أيام الآخرة، فكان هذا بآخر أهدي بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما عيسى تيدا كم بدو سادن كيني فارن أدي كم بون ينقي قومي أغنيا دبر نكين كان مغبي إسا غير كم بدو سادن كيدا رغي إكي غدي كم بون ينقي تاي الله غسن تكهمان دي illa ganjindo faren la ganjindo menaga e aduna kota la garendi ala gara kota hananga nikenga atike ha ganjallahi dulla garenga ido faren la ganjindan kahuma me ne maro kisega kama wastad al alam fadaqalat aisha fadaqalat fatima zahra radiyallahu anha wa arda wa kana rasul sallallahu alayhi wa sallam yuhibbaha hubban shadida وكانت أشبه الناس بي، وكانت إذا ما دخلت علي فيها لصحتي قام إليها وقبل بين عيني وأجلس في مجلسي. ولكن رسول صلى الله عليه وسلم يوم لا يستطيع القيام، فلما دخلت علي وجدته يعاني العلم والمرض أكبت عليه وهي تبكي وتقول: وا كرب عابتا، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فخاطبها صلى الله عليه وسلم وقال لها سرا، وانطلقت فاطمة وهي تبكي، فنادى عليها فعادت إليه وقال لها سرا آخر فضحكت. إذن كم فل آغن فارنت وين آغتو واتكب آغماري ننتي ورغن ننتقادن دغنا. الله أكبر. سيدتي فاطمة الزهراء فارن لن يغرنين الإمام علي كعومة أرو فارن كم الله جنات دعنا نبغا معا فارن أني أعرفت ما تامل الله غنوي غنوي كبي أقو تنعن فارن يبره ب أكن دنتنعن هات ما تجنا أرو أكما هات ما تاني أرو سرن سرهم فوق وانتي فارن فات ما تاني أرو عن قوا أني فارن جنا أرو فارن كم ما فارن كن دنتي فارن نغيرن انچيغي انا سمبو يا غلقن انا تاغوندي اي تاغو دينغران قالنكي فارن لان تاغيلن انچيغي بيروي فاطمه تاغرو اكم اداني وتن قوتنغي فاطمه تبيي فارن كما وون اواتي نيم بابا قوتوي فارن اسينا دانغني فاطمه قوتوي انت قام بابا كما لنكي حله اي فاطمه قوتوي انت قام بابا كما لنكي حله فارن دحت متا غوسه حلماو ada gundo yego kona dangani fatma ta kusa daga gawun farenda gango ailerini aille gundo tana kona da asoi. falamma suilati an dhalik qalat akhbarani annahu sayamutu fi wajhihi hadh fabakait walamma ultu ilay akhbarani anna awwal ahl baytihi lahu ghambi fadahikut wastabshartu lidhalik atikembrenga igara aisa tir fatma ta tir nadan kesoyei
ada gawu iga da tirndi kenga ati kammo ati faris sallallahu alaihi wasallam adi gibari nanti iwa kallai dan ke wata din tabakadi ati iwu ati brabe iga ille katai ada ki dangani nanti iki ani serehana bega kalla idun konundi agi nyini la gara iki ani ati soyi inya gali ken dangani agno harbarme yereo da manikoi na koi fatma ta hisir nyangana nyani allah gando nya hisir nyangano nga na to ti harbarme iga dan kallen konan dangan nantanga kalla anga soyi anda tunan tanda fosire nya dabar ago hay jamana kebe ona murira ganyai ibe gananyi iga tonan magon chirondo nan biyen kutanga daga na e anga nyagali anda ko inan tifwa nan magangana daga allah wa haji shirondini e ga hogan tam maganta nyagalin idan oda ko gadin nanti kalle kutenga to gumure idugu ina kutandi hatma taga nyagali ti kalle nga hisir nyangana nyen kenga anti nyagalin tay allah gando nya hisir nyangano wa fi riwayati ukhra qala laha ya fatima inna jibril yuawidni alquran في كل عام مرة وأراه قد عاودني في هذا العام مرتين ما أراه إلا قد اخترب عجلي يا فاتمة فبكت فاتمة رضي الله عنه أري رواية نادي فارنتي فاتمة دنغن أتي فاتمة أتي جبريل نقرانا نياكن ننسين ستاباني قير جادا كتا هلو نقمها ونري غانتن يمون تنتو فاتمة نمون يمي فاتمة الزهراء الله غندادو ننبغاما وفي رواية البغاري من حديث أنس رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين على الصحيح وأبو بكر يصلي لهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سجف أي ستر حجر عائشة رضي الله عنه فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكس أبو بكر رضي الله عنه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة إذن أغنو وما قري آنس حديثين لي قل لي بغاري إرواي ننتي سلامنونا فندو مينا غائقا سقوبا چلين لي اتننن چقوبا دقائمين بو ساحنتين كما أبو بكر وصل لنتيا إهو ما قد جيجو غانتين فاري Adoma Aisa kompenyi rudonga. Ada suturanga. Ada bogido sahaba nundo mena. Atoko difarenga na Aisa kompekedi. Irudonya nando sahaba nundo mena. Agana irudoke nyengendi jamanga gabu anabuga anaro. Omi nunda ganunga ken kalamu gobe kompo kuhai hinna misire kiadi. Aga hai kata sahaba nunga. Ikunga salle nogondi. Agusa muunye na nchoi. Natoko difaren choenyi muunye nyei. Abu Bakar agusa bogudo halle. Nanti wakahini safa hana nchoronga. Abu Bakar kenda amiri fare nyimba hai baka na nchalitia. Agno Allahi fare. Ahaga diha indi lagarinya bugu sahaba nunga. Iqala Anas. Wahamma almuslimuna an yaftatinu fi salatihim. Farhan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Anas ati hadisem filandana. Ati islami numpammi nankusa hitine. E isallin nugondi. Nyagali eti fare ngariyanga nema rukisiga kamma. فأشار إليهم بيد أنا أتم صلاتهم أقولتي كتنعتي أي قد أغسلون تمنده ثم دخل الهجرة كم بلّي أرائيسا كمبيني وارغى سطرة هذا إردون ينقندي فأغمي علي قفارندن كي اللي آخنو أغا إلي نريني ني اللي رونو أغا سابا نكوهاي أغا إلي نرونو كمبكدي أنا كلم الكيانينو ثم أغمي علي صلى الله عليه وسلم ورأسه في هجر عائسى رضي الله عنه وكانت تدعو له بالشفاء كم بل آكتي أوما عائسى كمبند أوما عائسى يدوى نغادتي ألنا ساها نغادة أغن سهر انتغنيان وغتي نيمه وكان يقول فارني أغجاب إن للموت لسكرات أتي قطي وكاللند أغن والله قطي وادا وزال في رواية فتوفي من يومه ككتب أغادة صحابة نكوهاي مسيدين دافات ككتائي واجتمع حوله أصحاب يبكون صحابة نكوساركهما مي فارمكم بين كارانا يقونوا قالت عائشة رضي الله عنه
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وبين صهري ونهر أم عيسى تفارم باتي كمبنيد إيجي جمعنا أدي غنن دومينا غاقسقي كما فرأيته صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى السماء أي أسبوعه وهو يقول بل الرفيق الآل بل الرفيق الآل بل الرفيق الآل وعلمت أنه مخير ما أنه أخبر بذلك. إذن أم عيستي إذا فارن رأيهم كلهم يتانون كما أدي من روت كما أدي درمك درمك بأغت نارا كولا درمك aga wakarni dronyugonga ara kengro utukamunga ata awara mene kapallemma kallanke awara mene kapallemma kallanke gani awara mene kapallemma kallanke gani o ma aisati da tunanti allah subhanahu wa taala da farelli sugandinde nyadi na tokoti ado khibari tikenga e abu muwehi ba hadise ke ba daga hurun kunyi allah da sugandar allah garaut faqad ruwiya anna ummu salamata radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه أغنو. إذن أم سلمة فارنكا قمينيني الله سبحانه وتعالى قندادون بكا مغا أتي فاري أن يكون نيوة تكبه أغفاتي آنو غني أواتني e salle nda ganya mari salle kada salle nkorosi ada Allah subhanahu wa ta'ala gada hobe numara ndagai gelli aya kunda gare munga amagira ga ke digam kanne konno mabira be anene ngara ge ragan taka digamunu izan agin ke da salle nkoto yenya koi na koi nanti had mare me annam pamira hinya salle nyai angara ho dabar salle mpalle ani anna kinya warahin chukane e sage gadi Allah subhanahu wa ta'ala gara korabe warjaganga gelli ya garundo lemmu anna nya sereyai anga hinna nan korenga anna maganya soronju sondon kante nga koren kamma anke nyugo agunna maganya talla wan koren dangani anyugo agunna maganya adam bana bare magu tan korenga kannanga balbe akis kennam bonenye hakaza ayuha alahbab kharajat ruhul habib ila khaliqiha إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى جنة الله العلى إلى نعيم المقيم العبدي إلى دار الخلود التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا أغنو كم غصاناني أغدرو انقنانو غناغي فارن يوم كم بغو كندوا اكاتي تغندانانا ekati tongunta ko dingiranga e tonguntun kanyu gombange ekati alla arjannanga arjanna kebe kallanke ngani ekati nemanga nema kebe dumantengani abada ganta kutin ekati dume enkanga dume enka kebe alla gara gemunde alla kannano ndangani e aga nyangi datu gade arul lagarage allah subhanahu wa taala gando oda akahiya wa kana abubakar radiyallahu anhu ghaiban farenga fatina da bakari nyantano na tokoti abakari gada warisu suguba kebe salle tenenge nkotanga agara yurdonye ngendina sahaba numpai abubakari gada ngari nanti ahaso ada dunge muri nanti yakke yego ga magasuna dingira yego ani madina kampallenga abakar daga nonga faren dunga da daga farenga fatina da nyirenye idega gibaren kada illerini فصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيفا وتوعد من يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اغن هذا من فقرين بنو بانهين بنو اكيغا نيا عمر دي كاهم بوسي فارن غفاتي عمر دي كاهم بوسي اتي سرسو غتي فارن كراي وكلي ما انه سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم فهل خلد النبي قبلي فيمن بعث إلي فأخلد فيكم ألا إني لاهق بربي إنكم لاهقون به
na togoti Umaru da farandan ke kutuba mu watenga goto kutuba ke bega koni halla ga tagu minbarin muredunga nanti soro kinyinga nan taga wakanna ga annabi nyimmen kallenga yala seredume annabi nyimmun likubenu ga dangi ke kana ga makkara kenga na yai kana dume agadi tongunya ni ke walle ke ni kamanga ga ga winyinino فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حين بلغه الخبر إلى بيت عائشة رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبك ويقول يا رسول الله تبت حيا وميتا تبت حيا وميتا أبو بكر جنكو يكتو ما عائسة كم فنغارين يغارين بربي غراكارا ننتفارين فاتي أرو عائسة كم فنغارين ada iramen bagu farenya galaqe ke ya galaqe ke be ga ngurugin ta ya galaqe chua atu si ay kollandi awasun buna wawunu ati fare atancheno ambiranten dan pure summa kharaja faqal kem balla bakari bagu ati ayuha alhalif ala arrislik ati umar dan kem be ga inan kunalan ti benda ti faren fatanga karni annan chabari wala taajjal ما غورتي فلما تكلم ابو بكر رضي الله عنه جلس عمر فحمد الله ابو بكر واثنى عليه ثم قال على من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقد قال تعالى انك ميت وانهم من ميتون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد قلت من قبله الرسل سورة آل عمران آية 44 إذن كم فلا أبكري أتي عمر دنغني أن أنتاغو أن شبري عمر غتاغو أبو بكر دع الله تيغا أي الله تيغا ناكما كم فلا أتي تمونيني إبيغني فارني بطا محمد فاتي إبيغني نيانغ الله بطا الله برانتيني ننتك الله كم فلاد الله ديغان قنن قرا اتي محمد ان كان كلا يغوا كلا سوره الزمر نغن دي ايه 30 كم فلل اد الله ين قرا غدي اتي محمد ان كان فتو يغان تانيا غيفاري غيفار نيلي ان كان سوره ال عمران نغن دي كي غنيا مدينه نغن دي هر مر مون على حالي نكم مغو غولن قتو فشج الناس يبكون harawar munchu iro iwawunu uye nga besu gannendi antorontaka ho diketa gantinya uganne arawal bukhari fakana ajiza annasa kulluhum umar ibn al-khattab radiyallahu anhu falamma samia qawla abi bakar qala fawallahi ka anni lam atru hajihu al-ayata qat bukhari da kuriru wa yandi nanti farenka leke halle sarebe ganya soronchu haqran girin tenga ken umar way birabe agar abakar idan cedigan qannamu nanti wa ma muhammad illa rasul qad qalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabi falan yadurra allah shay'a wa sayajzi allah shakiri abakar gara ke aya gara umar gara mugati kunati allai laka anni lam atlu hajihi alaya qat أواغي كما كايا غرابدا ووقوف أبي بكر هذا الموقف يدل على رباط جاسه أبكر إدان كسيه كدنجر يا داكو إن أنت أبكر إها قرين شبتين تنيني عند الكروب وجبت النفس وعلى حكمته والسجاعت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي خاشت الأقول فمنهم من خبل ومنهم من أقعد ولم يتق القيام ومنهم من أقرز ولم يتق الكلام ومنهم من عدنا وكان عمر رضي الله عنه ممن قبل وكان عثمان رضي الله عنه ممن أقرز فكان لا يستطيع أن يتكلم يوطى به ويذهب وكان علي رضي الله عنه ممن أقعد فلم يستطيع أن يتحرك وأدنى عبد الله بن أنيس فمات كمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أغن كمرنا فارس صلى الله عليه وسلم أغفات هرمر منفقرون جري سرون يغنون ينكم فقرون بنو يغنون يكون تاغو إمكة سكي
yogonu ga nyinongani kummu muima ikorisa hene yogonu nyinongani sallonga tendi raga Umaru nyisaronya di kubenu hakarenga bano Usmana nyisaronya di kubenu ga mumu ido Usmana nari aranta sefene ida anadaga ida nari ida anadaga ida nari Imamu Ali kenyi aranta gillinan chikitajun kutindadi igana girna aranta siki Abdullah ibn Unais sahaba yogwani akenga nondono butingaten kusa kellaga fati Allahu akbar musibatu azima وكان أثبتهم أبو بكر إيه سبتنتين أبو بكر أي قال القرطبي وهذا أول الدليل على كمال سجاعة الصديق رضي الله عنه لأن السجاعة هي ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام القرطبي قال لك نهني أراكون أنتكي هاي دليهنا أبو بكر ساقو ينكم ناتغت ساقو ينمانيا kenni sondo men nan chabati e masibo goten nyan kabirendi masibo ntan hobe gam qora faren fatiyenga fa zahara indahu sajaata siddiq wa ilmihi radiyallahu anhu abange yeringa abakar sagoye ada tuagu warwiya anna bilala radiyallahu anhu ilahilla nanti bilali alla gandadu me bakama kana yu'azzinu ba'da wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qabla dafnihi فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنهيد بلال يا غسل قلي فارن كلم بالله ابلا برو اتوت فارن فاتي تننغ ادا كين كين كرا ندغا تراتا نيا عربا غروني ني غدا برو ابلا برو بلال غنك ني انداتي سيد محمد الله فارين مسيد النيونك مسيد النكوسو تيو غنن ثم قصر صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه يدعون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص إذن كم بل فارس صلى الله عليه وسلم إذا وانقي لا تقعد دركين أي يواجه اللون دركين كما إنا دركيك درقسي كم برنا إنا ينقي تكين رجع البيهقي في الضلائل النبوة أن ساقيك كتابك بتقومني بيهقي أن من يما غند اللندي أن يروي كتابك دنقرادي غسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والماء من بئر قرصة التي بقباء وكان العباس وابنه الفضل يعينانه في تقليب جسده الشريف إمام علي النفارين ننقي أهبت قلنا عباس أكن دير نيغو فضل كني إيقاد منا فارن پتے أورغنتك إلا اندي علي دا ينقي تجيبي جدك بتغنغن قرصة أغا قباء دنگرهانا كبه فارنغا ينقنار انت مدينة وكفنوه في ثلاثة أصواب بئر من القطن ليس فيها قميص ولا إمامة إذا كسانك كسانك سكي يقولونني قل لي قطن لنا دروكين تلي جباقين تلي ولما فرغوا من جهاجي بربي قدو تفارم مغسرون دنا نوتاوان قن دنا نا كسانك إقدو تاكينا بربي وضع على سريره في بيته إذا سغن دي سغان كما يكون بكدي ثم دخل الناس عليه أرصالا أي جماعات متتابعين يصلون عليه إراكا ما جمعي إغسلني وهفروا له صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه إذا كم من شغال الدنجرة كيف أغفاتي نوني إذا بعد أن رفعوا فراشه الذي توفي عليه إذا إرامي مروتو إرامي كيف أغفاتي أكما تغي كيف أغفاتي أكما قطيفة كان يلبسها ويفترشها وها كتني يعني فارني أني آيتة أني أباهي نغدي ننشغدي الله أكبر فارن فقفاتي رمباني أنا مغا أنا أباهي أنا سغدي أفاتي كنيا كما أغنو نسمي الله نيمان غدي أكوي رامونا كما غلنكي أنا قصونا كم بلينو أنغا أرون دينا أنت دوتانيا قبتي أنت أنغون دي الله عندها قصريكي نوي قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مات نبي قد إلا يدفن حيث قبض الروح فقال علي وأنا أيضا سمعته أبو بكر تيرا فارم مقاقتني النبي نمسما كراغانتانيا أغفاتي دنگرا كبه إغاب برنونو نيي المامي علي قد أبو بكر جابي أتيكي قد آمين مقو وكان المباشر للحفر أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه
حفر الله ده في موضع فراشي حيث قبض روح فارن قبران شغن داناني ابو طلاهاي لا سارغان كنيني انا قبرك سغو دنگرا بي فارن غفاتي نوني ونزل في قبره عمه العباس وعلي والفضل وقسام بن العباس رضي الله عنه اتا ينقف فارن قبران داها بتقني عباس ادو علي بن ابي طالب اغيني فاطمة زهراء كينا ado fadlu abbas urani gonyani ado qusam alla ganda dunga nambagi suma warasha qabrahu bilal bighribat wadaa min qibal ras wajala alayhi min hasba alharsa hamraa wabid warufiya qabrahu an alard qadra shibr idan aghnu kim palle farem burune mburiyem palle bilal da jinchuchu aqabranga eti girihanga ada utu yin kollam bangenga esa gara ko ci dumbello qabra ke ada ho gulle ada ida faran qabra murautu bakay nyenga subude haqqiya falamma mata qalat fatimatu ya abata ajaba rabban da allahu akbar bira be faran ga fati fatimatu zahra adi gannato qatim faba ada kamana jabi aga da gangu ya abata أتم باب جنة الفردوس معوا أرجنة نقولون ينا تغرغي يا أبتا أتم باب إلى جبرير ننعا جبرير هنا سنغان كري فلما دفنا بربي غرا فارن برو قالت فاطمة رضي الله عنه فاطمة جاب ننتي يا آنس يا آنس يا آنس أتابت أنفسكم أن تحسوا تراب على رسول الله أتاغا يمكنون دالمون داغا داغانا دورين جغو فارن كمبا رواه البخاري هكذا مات رسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يهينا على الإسلام وأن يمتنا على الإيمان وأن يؤردنا هوده صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا بيضه شريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم أباد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وهم هودة الدين يا رب العالمين واجعل ولايتنا في من قافك واتقاك وتبارضاك يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم أغنك يا هيك ستنغتن دينا فارين فاتين دي الله قندونا هتياكم.